الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة سبأ، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية 15: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أيها الإخوة دققوا، أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. طيب، إذا أرسل على قوم زلزال كأن منطوق الخبر أعرضوا فأرسلنا عليهم زلزالا، أعرضوا فأرسلنا عليهم فيضانا، أعرضوا ففجرنا عليهم بركانا، أعرضوا فبلوناهم ببأس بعضهم بعضا. ألم يقل الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم؟ الصواعق أو الصواريخ، الصواعق أو الصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل أو الانفجارات، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا الغزو. فإما من تحت أرجلنا، وإما من فوقنا، وإما من جيراننا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. السيل العرم السيل الخطير. تقول صبي عارم أي طائش شرس. فأرسلنا عليهم سيل العرم، يعني شتتهم، دمر بيوتهم، مزارعهم، أشجارهم، مزروعاتهم، جعلهم يهيمون على وجوههم في الآفاق. أين جناتهم؟ أين بيوتهم؟ أين استقرارهم؟ أين حظوظهم؟ أين ثرواتهم الطائلة؟ أين محاصيلهم الغالية؟ أين هذا كله؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. طيب، دعنا من قوم سبأ ولنلتفت لأنفسنا. شوف، الإنسان إذا أعرض يسوق الله له بعض المصائب. أعرض فأرسل الله عليه مرضا أو حادثا أو فقرا أو فقد حرية أو إهانة أو بلاء أو مرضا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال بجنتيهم جنتين، الجنتان التاليتان ليستا جنتين ولكنهما سميتا جنتين للمشاكلة، يعني جنتين ذواتي أكل خمط، طعم مر. أيام بعض الخيار مر، بعض الفواكه مرة، فما قولك إذا كانت كل هذه الثمرات مرة؟ ذواتي أكل خمط، يعني هذه التفاحة حينما تأكلها، هل انتبهت إلى أن الله عز وجل كيف وفق بين أن قوامها يناسب أسنانك، وبين أن شكلها يمتع عينيك، وبين أن رائحتها تمتع جهاز الشم عندك، وبين أن طعمها عذب حلو المذاق، وبين أن فيها مواد مفيدة لك؟ كل هذا مجموع في آن واحد. المواد مفيدة، الطعم طيب، الرائحة عطرة، الشكل جذاب، القوام لين، قوام لين مع شكل جميل، مع طعم طيب، مع رائحة فواحة، مع مواد مفيدة. الله عز وجل قادر يجعل الطعام المفيد بطعم مر، أو الطعم الحلو بمادة مؤذية ممكن، أو الطعم الحلو والمادة نافعة لكن القوام صخري يصعب أن تأكله.
طيب كيف وفق الله عز وجل بين القوام والطعم والرائحة والمواد النافعة واللون والشكل والحجم كل مناسب؟ شوف الفاكهة حجمها وطريقة تغليفها، الدراق له طريقة، التفاح له طريقة، البطيخ له طريقة، كل فاكهة لها طريقة في التغليف ولها طريقة في قطفها ولها حجم مناسب ولها شكل مناسب ولها طعم مناسب ولها لون مناسب ولها قوام مناسب وفيها مكونات غذائية مناسبة لهذا الإنسان. فربنا عز وجل أيضا من آياته الدالة على عظمته جعل طعم الفاكهة ذواتي أكل خمط، طعم مر تمزه الأفواه، ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، يعني نبات السدر له بعض الثمار قليل جدا، وكلكم يعلم أنه إذا قل الثمر ارتفع الثمن، كيلو ب70 معناه الإنتاج قليل، فإذا قل الثمن كيف معنى قولنا الله هو المسعر؟ يعني إذا جعل هذه الخيرات كثيرة رخص سعرها، فإذا قلت ارتفع ثمنها. فالسدر قليل والأسل نبات لا جدوى منه، نبات رعوي، الأسل نبات رعوي والسدر بعضه بري وبعضه غير بري، غير البري مفيد لكن نباته قليل، قال شيء من سدر قليل. الآن دققوا في هذا التعقيد، قال ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، هذا جزاء كفرهم. فالفسق له جزاء، الكفر له جزاء، الشرك له جزاء، النفاق له جزاء، الانحراف عن طريق الحق له جزاء، عدم الائتمار بأمر الله له جزاء، عدم الانتهاء عما عنه نهى وأمر له جزاء، الاختلاط له جزاء، تحديق النظر في النساء له جزاء، الغش في البيع له جزاء، المماطلة في تسليم البضاعة وقد قبضت الثمن كاملا له جزاء، التدليس له جزاء، التعدي على حقوق الآخرين له جزاء، الإيهام له جزاء، الغبن له جزاء، أبدا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ألم تهزكم هذه الآية؟ يعني يا عبادي هل رأيتموني دمرت إلا كافرا؟ إنسان مستقيم طاهر ماله حلال محب لله عز وجل يخدم الناس ليقربهم إلى الله، كيف أعامله؟ يجب أن نؤمن أن الله عز وجل حينما قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل تظن أن الله سيعامل المؤمن المستقيم الطاهر الورع النقي التقي الذي يخاف الله، كل حياته نظيفة، كل علاقاته نظيفة، كل نشاطه هادف، كل أعماله طيبة، كل إنفاقه بالحق، كل كسب ماله بالحق، هذا يعامل كما يعامل فاسق فاجر ماله حرام إنفاقه حرام منحرف العقيدة؟ هكذا تظن الله عز وجل؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. نعم، لذلك أكبر ذنب تفعله أن تقول على الله ما لا تعلم أو أن تسيء الظن بالله. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني الحقيقة حتى نتوازن الدنيا وحدها لا تكفي، لا تكفي مقياس الله عز وجل أبى أن يجعلها ثوابا للطائعين وعقابا للمنحرفين أبدا، لكن العبرة الأمور بخواتيمها، الأمور متعلقة بما بعد الموت، الأمور متعلقة بالخلود في جنة أو في نار أبديتين. لذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، معناها الشكور له معاملة خاصة، الشكور له عند الله مكانة عالية، الشكور محفوظ، الشكور مكرم، الشكور منصور، الشكور مقرب، الشكور موفق، الشكور يعني معتنى به. وهل نجازي إلا الكفور؟ إذن كن شكورا ولا تكن كفورا، إن كنت شكورا
يجزيك الله ولا تجازى. المؤمن يجزيه الله عز وجل ولا يجازى. هؤلاء القوم قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذه الآية دقيقة جدا، يعني بلادهم الشاسعة من نعم الله عليهم التي ما عرفوا قيمتها. ودائما وأبدا اسمعوا هذه المقولة: إذا جاءك المال، الآن اسأل نفسك هل هذا نعمة أم نقمة؟ الجواب: لا نعمة ولا نقمة. إذا جاءتك الصحة هل هي نعمة أم نقمة؟ لا نعمة ولا نقمة. إذا جاءك الجاه هل هو نعمة أو نقمة؟ لا نعمة ولا نقمة. إذا جاءك الولد نعمة أو نقمة؟ لا نعمة ولا نقمة. طيب ما الجواب إذن؟ أي شيء جاءك هو ابتلاء، إذا أنفقته فيما يرضي الله أصبح نعمة، فإذا أنفقته فيما يغضب الله أصبح نقمة. فالمال نقمة إذا أنفقته على الملاهي، أنفقته سرفا وترفا وكبرياء وبزخا واستعلاء وغطرسة، أما إذا أنفقته للفقراء والمساكين والمحتاجين وفي سبيل الحق ولإعلاء كلمة الحق انقلب المال إلى نعمة عظيمة. طيب الصحة، إذا استخدمت هذه الصحة في المخالفات والمعاصي أصبحت هذه الصحة نقمة عليك، والمرض عندئذ أفضل منها. أما إذا أنفقتها في طاعة الله وفي طلب العلم وفي خدمة الخلق وفي معرفة الله هذه الصحة نعمة. إذن أنا لا أقول أبدا لشيء من حظوظ الدنيا نعمة ولا نقمة، أقول هو ابتلاء يصبح نعمة إذا أنفقته في طاعة الله، ويصبح نقمة إذا أنفقته في معصية الله. كل شيء حيادي. هالمركبة هي حيادية، نعمة والله إذا تنقلت بها من بيتك إلى المسجد، ويعني استخدمتها في طاعة الله، وحللت بها بعض مشكلات الناس، ولبيت حاجة المستغيث في الليل، وأدخلت على قلب أهلك السرور أحيانا بها، هذه نعمة. فإذا استخدمتها لأمور أخرى يستحيى من ذكرها هذه نقمة. المركبة والمال والمتجر والزوجة والأولاد والصحة والجمال، أيام الله عز وجل يهب الإنسان شكلا جميلا، فإذا استخدم هذا الجمال كلما نظر في المرآة قال الحمد لله، يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فغضضت بصرك عن محارم الله وعزلت أذنك عن ما يغضب الله عز وجل، هذا الشكل الجميل من نعم الله. لكن إذا أغويت به النساء، وخطرت في أسواق تكثر فيها النساء، ووزعت البسمات هنا وهناك، هذا الشكل الجميل نقمة صفر. أي شيء موقوف على طبيعة استهلاكه، إما أن يغدو نعمة وإما أن يغدو نقمة. فربنا عز وجل قال: هؤلاء جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني العمران اتصل، العمران اتصل. أيام بعض البلدان الراقية بمقياس العصر، طبعا راقية ليس عند الله راقية، راقية بمقياس الحضارة، يقول لك اتصل، كل بضعة أمتار فيلا وفيها ماء وكهرباء وحدائق ومحلات تجارية وخدمات عامة، ما بتحس بوحشة أبدا. أينما تحركت الهواتف والماء والكهرباء والمطاعم والخدمات الراقية. طيب العمران حينما يتصل يعم الأمن، قطع طريق في الليل موحش، ما في نجدة، ما في خدمات، ما في مراكز راحة، ما في شيء، متعب. فربنا عز وجل أشار إلى نعمة نعم بها هؤلاء قوم سبأ، قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني لا تغيب عن العين علامات هذه القرى. هلأ مثلا من باب التقريب، يعني تطلع من مضايا بتلاقي بقين، من بقين لحالية، من حالية لجرجانية، من جرجانية للزبداني، وكله عمار متصل، أليس كذلك؟ ممكن في بعض البلدان المجاورة العمار متصل، ما في وحشة أبدا، الماء والكهرباء والخطوط والهاتف والطرق المعبدة والمحلات التجارية والخدمات العامة والبريد والبرق، كل شيء موجود. هذا معنى الآية الكريمة: وجعلنا بينهم
وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني المسافر لا يحتاج إلى زاد. إذا تناول طعام الصباح في بيته تناول طعام الظهر في القرية التي تليها، وطعام العشاء في قرية ثانية، ونام في قرية ثالثة. أينما تحرك القرى كلها عامرة والطعام متوافر، والطرق ظلها ظليل، طرق كلها ظلال. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. الإنسان إذا عصى الله عز وجل يظلم نفسه. إذا عصى الله عز وجل يعني ما من ظلم أشد من ظلم النفس، وظلموا أنفسهم. ربنا عز وجل لخص ما فعله بهم، قال فجعلناهم أحاديث. أكل مال حرام، ادعوا عليه، حلف يمين غموس، خرج من عند القاضي بعد مترين وقع مشلولا، بعد يومين مات. كان فلان ملء السمع والبصر، وكان سمعته ماذا حل بفلان. فلان اعتدى على أعراض الناس ففضح في عقر داره، سمعته كيف بالليل جاءت الشرطة وبيت فيه دعارة وزوجته كذا، سمعته. أخطر شيء الإنسان يصير قصة هو نفسه. ربنا قال فجعلناهم أحاديث. وإذا أنت زرت الآثار، آثار تدمر، آثار الأنباط التدمريون، قوم عاد ثمود، قوم تبع، فجعلناهم أحاديث. لذلك الدعاء يا ربي لا تجعلني عبرة لأحد من خلقك صار حديث. ولكن واحد إذا كان زلت قدمه وارتكب معصية وصار في عنده فضيحة، وبنته مثلا زلت قدمها أهمل تربايتها فهربت مع واحد فرضا، والواحد فاسق فاجر دل على عمل ساقط، فصارت قصة قصته قصة تروى في المجالس عند الأقرباء. فالإنسان يأخذ حيطة ويضبط أموره ويستعين بربه ويطبق شرع الله عز وجل حتى ما يكون حديث للموعظة، يصير قصته عطرة تتعطر بها المجالس. فلان ما شاء الله استقام على أمر الله فأكرمه الله ووفقه الله ورزقه زوجة صالحة وأولاد أبرارا. يعني الإنسان يجهد يكون حديث وعطر بين الناس في طاعته لله. أما إذا عصى الله عز وجل يصبح حديثه قصة يتعظ بها في المجالس. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، دمروا وشتتوا وتفرقوا وتشعبوا وتشرذموا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن حينما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ليس هذا قول ألسنتهم، هذا لسان حالهم، أي معاصيهم، كأنهم بمعاصيهم يقولون ربنا مزقنا، ربنا شردنا، ربنا أذهب مالنا. وكل إنسان يعصي الله وهو في بحبوحة كأنه يقول يا ربي دمرني، يا ربي أزهق روحي، يا ربي افعل بي كذا وكذا، هذا لسان الحال. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني عدوك اللدود وهو إبليس إذا ظن فيك أنك تعصي الله، أنت إما أن تخيب ظنه وإما أن تصدق ظنه. فإذا أطعت الله عز وجل واستقمت على أمره وأنفقت مالك في سبيله فقد خيبت ظن إبليس، والمؤمن دائما يخيب ظن إبليس. أما حينما ينساق الإنسان مع شهواته، وحينما يغويه الشيطان، وحينما يستسلم له، وحينما يأكل أموال الناس بالباطل، وحينما يعتدي على أعراض الآخرين، وحينما يستعلي، لقد صدق عليه إبليس ظنه. فاحذر أيها الأخ الكريم أن يصدق عليك إبليس ظنه. خيب ظن إبليس بطاعة الله عز وجل، اجعله يخسأ، اجعله يخزى. هلأ أنت في واحد استفزك، إما أن تغضب غضبا شديدا فتفعل وتترك، وإما أن تكون حليما. إذا غضبت صدقت ظن إبليس، فإذا كنت حليما خيبت ظنه. دعيت إلى عمل طيب، إما أن تصدق ظن إبليس فتبخل،
وإما أن تخيب ظنه فتعطي. أنت دائما بين موقفين، إما مخيب لإبليس وإما مصدق له. قوم سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ظن بهم المعصية فعصوا ربهم، ظن بهم الفجور ففجروا، ظن بهم الكفر فكفروا، ظن بهم الكبر فاستكبروا. أبدا، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. مرة ثانية، هؤلاء الذين تحدث الله عنهم ماتوا منذ آلاف السنين، ماتوا وأصبحوا أحاديث وانطفأ ذكرهم وانقضى أجلهم وختم عملهم وهم يلقون مصيرهم. نحن دائما المعنيون في كل هذه القصص، يجب أن نستنبط منها حقائق. أنك إذا عصيت الله عز وجل كأنك تطالبه أن يدمرك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هؤلاء المؤمنون خيبوا ظن إبليس. يا الله، وما كان له عليهم من سلطان. الإنسان إذا عصى الله ولعن إبليس فقد أخطأ، يجب أن يلعن نفسه. إبليس ما له علاقة. يعني أنا كنت أضرب مثال حكيته كثير، واحد يرتدي ثياب جميلة جدا بيضاء في الصيف، متعطر متأنق، يعني فرأى حفرة كلها مياه آسنة سوداء فنزل فيها، وجاء للمخفر يدعي على رجل، قال له فلان هو السبب. فجاء المحقق قال له يعني هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له لا والله ما دفعني. قال يعني أمسكك وألقاك فيها؟ قال لا والله. قال يعني شهر عليك سلاحة وقال انزل؟ قال لا والله. قال لي انزل فنزلت. أليس هذا مجنونا؟ هكذا يفعل إبليس، لا يملك إلا أن يوسوس فقط، فمن استجاب له فقد ضل سواء السبيل. وما كان له عليهم من سلطان أبدا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ابتلاء. وربك على كل شيء حفيظ، كل شيء مسجل، كل شيء مكتوب، كل شيء محاسب عنه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه السورة الكريمة، والحمد لله رب العالمين.